معركة قطع طريق الإمدادات العسكرية تحسم للجيش الوطني والمقاومة في صرواح. خط الإمداد للميليشيا بات تحت سيطرة الجيش، لكن إنهاء معاناة هذه المديرية لا يتطلب فقط قطع الطريق الرئيسي، بل إقفالا تاما لشبكة الخطوط الفرعية أيضا التي ما تزال تتسرب منها تعزيزات الميليشيا إلى مركز المديرية. تم السيطرة على الخط المؤدي إلى حباب، وتم قطع الإمداد من الخط الأسفلت ومواصلين التقدم. هنا تقدم الجيش الوطني بشكل كبير واستعاد منطقة المخدرة شمال صرواح، كما أسقط مواقع جديدة أبرزها الطريف والدرم. وكما وصلنا إلى نهم، وكما وصلنا إلى الجوف، وكما وصلنا إلى المناطق المحررة، سنصل إلى الباقي. هذه الإنجازات المتلاحقة للجيش تضيق الخناق أكثر على جبهة هيلان التي تقع للجهة الشمالية من المديرية، كما ستسهل التوغل إلى مركزها. في الجهة المقابلة يستمر الجيش في خوض معركته في منطقة حباب الحدودية مع مديرية خولان التابعة لمحافظة صنعاء، وتأتي هذه الخطوة بعد أن استكمل الجيش الوطني قطع الطريق الأهم الواصل بين صنعاء ومأرب بمنطقة وادي النوع، والذي يمثل خط الإمداد الرئيسي للميليشيا إلى جبهتي المشجح وهيلان.